السلام عليكم شباب، معكم جهاد اللبن. أول جديد في هذا الفيديو هتكلم معكم عن سلاح السب ماشين جنز ويفل. طبعا هذا السلاح واحد من أفضل سلاح الدرعم حاليا استخدمه أنا. إذا حط هذا السلاح في دعس في أرقام، يعني تشوف 3-4-5 كذا كيلز في الفيد، مرة شيء جبار هذا السلاح يا عيال، مرة سلاح جبار. طبعا أول ما لعبت بالسلاح حسيت السلاح شيء أبو كلب، ما ارتحت فيه. بس بعدين يوم فهمت السلاح يا حبيبي، واحد من أفضل أسلحة عندي في السب ماشين جنز، شيء خيالي والله. فطبعا في هذا الفيديو راح اتكلم معكم شنو افضل البركات وافضل تشمت استخدمها على هذا السلاح، وخلينا نبتدي معكم. طبعا افضل اتاشمنت بالنسبه لي ثلاثه، هذه ثلاثه ما استغني عنها في هذا السلاح. اهم شيء فور جريب، لان السلاح فيه ريكويل حق تبي تجيب من مسافات شوي بعيده، فالريكويل ممتاز تسيطر عليه بالفور جريب. واللونج بيرل حق يعزز لك تجيب من مسافه ابعد، يعني تبغى انت تاخذ سب ماشين جنز يجيب مسافات متوسطه مسافات قريبه بسرعه. هذا اهميه السب ماشين جنز، اذا بس من مسافات قريبه زي البي ام بي ما يمديك تطلع ولا تحد اي احد وتجيب مسافه يعني شوي بعيده. فنصيحه مني فور جريب لونج بيرل على اي سب ماشين جنز، اي سب ماشين جنز ما عدا واحد بس ذاك الاربع ضربات او ثلاث ضربات ما ادري والله ما اتذكر اسمه. المهم فور جريب لونج بارل، وشيء ثالث معه واهم شيء اهم شيء في هذا السلاح الرابت فاير. ادري ان الرابت فاير ما يطلع الا متاخر، بس اذا حطيت رابت فاير على هذا السلاح والله راح ياخذكم في عالم ثاني، من جد راح ياخذ لك السلاح في عالم ثاني. يمديك تشيل 3-4-5 وانت مرتاح يا حبيبي. فهذا طبعا كل شيء عن الاتاشمنت، وحين انتقل معكم الى البركات. بالنسبه لي انا استخدم البركات، اهم برك عندي فاست هاند. فاست هاند هذا الشيء لا يستغنى عنه ابدا، ما استغني عنه في كل كلاساتي، لازم موجود الفاست هاند. الحاله الوحيده اذا شلت الفاست هاند راح احط كويك دروب في الاتاشمنت، هذه الحاله الوحيده، لان شيء لازم السرعه مطلوبه عندي بالنسبه لي في الدرعمه، لازم سرعه، ولا اذا طلع واحد في وجهك سلام سلام. والشيء الثاني جوست، الجوست بشكل مهم 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 بشكل كبير، لان اليو اف بسرعه يجيبونه، فاذا ما عندك جوست وانت داخل في نصهم راح تنفضح بسرعه وراح تموت. فالا اذا لعبت سيف جارد، سيف جارد صعب يجيبوني اي في، يمكن لازم تحتاج تقتل 7 إلى 8 بدون ما تموت حق تجيب اليو اي في. فانا اقول لك يمكن الحاله الوحيده ما تحط الجوست في سيف جارد، غيرها الجوست شيء مهم لازم تحطه 24 ساعه بالنسبه لي. والبرك اللي بعده سيكسنس، طبعا معروف هذا البرك، اذا مشيت تحس واحد يعبر جنبك يبين في الخريطه انه في واحد جنبك، يا حبيبي التفت واقضي عليه وامشي للي بعده. والبريك الاخير او من تير 3 اللي استخدمه بوست سبرسر. طبعا بوست سبرسر اذا تتحرك في الماب بوست جامب مثلي كثير، انا اتحرك بالنسبه لي البوست والجامب هذا شيء اساس في اللعبه، كل 24 ساعه امشي جامب 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 جامب، اشوف واحد في وجهي اسوي لي جامب شات ما اخليه يمشي عادي. فبالنسبه لي هذا الشيء راح يفيدني كثير، ما راح ابين في الماب، وان اذا سوي جامب ما راح تطلع العلامه الحمراء كذا وانفضح محلي. فاذا عندي خيار ثاني بدل ما احط السكسنس احط البوست سبرسر واحط الاويرنس حق اسمع خطواتهم، يعني تقريبا هذه افضل سيت اب شفته حاليا بهذا السلاح، وشيء جبار وشيء خيالي من جد اذا تلعب فيه. فانصحكم شباب تعطون التجربه، اشوفوا رايكم. اهم شيء زي ما قلت لكم فور جريب لونج بارل ورابيد فاير. اذا انت من نوع تحب السبرسر الله يعينك، شوف لك حاجه ترميها، بس اهم شيء الرابيد فاير والفور جريب، وحط السبرسر معاه بدل اللونج بيرل وشوفوا شو يصير وضعك. فكل شيء وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى عجبكم واستفدتم من شيء، فلا تنسى اللايك والسبسكرايب. شوفوا على الفيديو الجاي، السلام عليكم.